أصدقائي على قناة تيسرتون. اليوم رح نبدأ سلسلة جديدة من تعلم الموشن جرافيك بطريقة سهلة وممتعة وما تحتاج أي برامج، فقط بالباوربوينت. زي ما انتو شايفون هون، رح نعمل مجموعة من الصور متحركة مع كلام، أو ممكن حتى نخلي الصورة الثابتة تكون متحركة زي درس اليوم. بس ما تنسوا تعملوا لايك وكمان اشتراك بالقناة، حكون جدا شاكرة لدعمكم وتعليقاتكم أيضا. خلونا نبدأ، بسم الله. بالفيديو لليوم رح نخلي هاي الصورة الثابتة متحركة بالشكل التالي، أصبحت صورة حية وجميلة. كمان ممكن نطبقها على أكثر من صورة، مثلا هاي أيضا خلينا الشلال يتحرك، وكمان أضفت فراشات ومجموعة من الطيور. ممكن نطبق هذا العمل على أي صورة إحنا بنحتاجها أو أي صورة إحنا حبيناها للذكرى، نخلي فيها بس لمسات متحركة. في البداية حنروح على جوجل علشان نختار الصورة اللي احنا نشتي نبحث عنها. حكتب في الجوجل waterfall او شلال او اي اسم انتو تحبوه، انا حكتبها بالغالب تكون HD او اذا انتو حابين PNG، اي شي بس تكون صورة واضحة. هحاول الان ابحث عن اي صورة عجبتني. هاي الصورة شكلها مناسب، حنختارها هي عشان نعملها صورة حية متحركة ونخلي الشلال يتحرك. اوكي، راح اعملها نسخ، راح اروح على الباوربوينت. انتم ممكن تعملوا لها سيف وتحفظوها وتدخلوها من انسرت، يعني مشان اسرع الوقت انا اوريدي عملت لها كبي، وهون راح اعمل لها بيست يعني نسخ ولصق. اوكي، هون عملت لها لصق. رح كبر الصورة بحيث تكون على حدود الباوربوينت، لأنه بالآخر إحنا رح نحفظ الفيديو على صيغة MP4 فيديو أو على صيغة GIF، وعشان هكذا لازم تكون الحدود كلها بنفس حدود العرض تبع شاشة الباوربوينت. الآن الخطوة الجاية انه نقوم بقص الجزء اللي احنا حابين انه يتحرك. بما انه هو شلال حابين انه يتحرك من الاعلى الى الاسفل، في رح نقوم اولا بعمل دبل كيت للصورة ويعني ننسخها مرتين. الان رح اجي على هاي القسم الاداة اللي هي سكرابل، اي هي الاداة حلوة جدا وبتساعدنا انه نقص اي شكل في الصورة بالشكل اللي احنا حابين يعني نختاره. فأنا رح أرسم الآن الشكل اللي أنا حابة أختاره، مش شرط يكون نفس الشكل بالضبط لأنه بالآخر أنا رح أعمل له soft edges. أوكي، هون قربت أخلص القص. لازم البداية تلتقي مع نقطة النهاية، شوفوا الآن مباشرة تحول لي الشكل إلى لون أزرق. الآن كيف راح نقص هاي الشكل من الباك جراوند اللي احنا معانا؟ ببساطة راح نروح على اول شيء، النقطة المهمة جدا انه احنا لازم نختار في البداية الباك جراوند ونضغط شيفت وبعدين نختار الشكل، بعدها بنروح على مرج شيب ونختار انترسكت. هاي انترسكت، شوفوا كيف أصلنا الشكل بشكل جميل جدا. ما تخافوا من الحواف، رح نروح على soft edges picture format ونختار soft edges كما هو موضح هون بالصورة، واختاروا الشكل اللي يناسبكم بحسب الصورة اللي انتو عملتوها وبحسب القص اللي انتو حابينه. انا رح اجرب اختار 25 او 50، شفتها كبيرة بس كمان مو مشكلة، معنا هون select option ممكن نختاره ونعدل في السايز بحسب رغبتنا. بشوف انه هي لساتها محتاجة تعديل، فحنروح زي ما اتفقنا الى soft edges ونختار بالoptions وحعدل السايز بحيث انه يكون اكبر شوي بس مش درجة 50%، يعني اقل ما بين 25 الى 50. اوكي، الان الصورة راحت يعني صارت معنا جميلة جدا ومناسبة للعمل تماما. راح اعملها قص واعملها لصق فوق الباك جراوند اللي احنا اخترناها، فوق الخلفية اللي احنا اخترناها. والان كيف سنقوم بعمل الانيميشن؟
بالبداية أنا راح أعمل picture format وأختار picture correction وأخلي ال brightness ملغية تماما عشان أقدر أشوف الشكل اللي موجود معي، لأنه من قبل كان بنفس لون الخلفية اللون الأبيض فما كان واضح، الآن صار اللون واضح وأنا أقدر أتحكم في الحركات. حنختار 3 أنواع من الحركات. الحركة الأولى اللي سوف نختارها اللي أو اللي راح نختارها هي حركة الجرو أند شريك. في حنروح لأنيميشن وحنروح إلى هذه الشكل جرو أند شريك. أيوة بالضبط، حلو جدا. شو راح نعمل الآن؟ راح نحول العرض with previous من preview، هنشوف كيف صار شكل الحركة. في هنروح على preview بالطرف، شوف الآن كيف صار شكل الحركة. نحتاج الآن نعمل حركة أخرى. الحركة الثانية اللي راح أختارها هي حركة lines منشان الماء ينسكب من فوق إلى تحت، وراح أعدل السايز نقصه شوي، وكمان راح أخليها تعمل start with previous يعني تبدأ مع اللي قبلها مباشرة، مش بالنقر على زر الماوس ولا بعد الحركة. الآن رح ألغي التأثيرات اللي هي موجودة في الحركة وأخليها عادية كما موضح الآن بالشكل. رح أعمل بريفيو مشان تشوفوا هيك هيك يعني هكذا صار شكل الحركة. الآن رح نختار الحركة الثالثة وهي حركة النهاية، هنختارها حركة فيد، بس زي ما قلنا لازم ما نختارها من هون لأنها رح بتلغي الحركة الأولى، فرح نعملها من آد وبنروح على هي الحركة وبنختارها ولازم نعديها نعدلها بحيث تكون الديوريشن 1 والديلي كمان 1، طبعا العرض بيكون مع اللي قبله with previous. بيرفكت، الآن صارت الحركة تقريبا جاهزة. راح نروح على الفورمات ونبعد البرايتنس ونخليها زي ما كانت بشكل الطبيعي تماما هكذا. الآن علشان نعمل الحركة متكررة أكثر من مرة، لأن شوفوا كيف صارت حركة واحدة فقط إنه الماء بينسكب، بس إحنا حابين إنه ينسكب أكثر من مرة كالشلال. كيف رح نعمل؟ رح نقوم بنسخ هذا الشكل ونقوم بلصقه عدة مرات زي ما انتو حابين. انا هون عملته 15 مرة، بس انتو ممكن تعملوها 30 40 بحسب الطول اللي انتو حابينه، او حتى ممكن 10 مرات كافية. في رح نعمل كترل دي مرة اخرى، كترل دي اكتر من مرة. الآن لازم نخليهم كلهم بنفس الاتساق، فرح أعمل كتر الأول مشان الكل، بس بعدين رح أبعد الباك جراوند من الخلف وأروح على اللاين وأعملهم اللاين من الليفت واللاين من توب. هاد من وين بنلاقيه؟ بنلاقيه من بيكتشر فورمات. شوف الآن كلها انتسخت بنفس الشكل وبنفس المكان حتى بنفس الحركات، بس احنا نحتاج انه كل حركة تبعد عن الحركة الثانية بديلي معين، مثلا بتأخير معين ممكن نختاره مثلا 0.5. فعلشان هيك راح اختار كل حركة اللي احنا اخترنا، احنا 3 حركات مع بعض، راح اختارهم واروح على الانيميشن واختار الفترة تبع التأخير بتكون 0.5، وكل واحدة 0.5 0.5 يعني 0.5 اللي بعدها 1 بعدين اللي بعدها 1
ونص، واللي بعدها 2، بعدين 3، 3.5، 4، 4.5، وهكذا. يعني كل حركات مع بعض، والحركات بمشيها يعني بضغط عليها بشفت بتتجمع مع بعض، وبروح أختارهم. وبنستمر بنعمل نفس الخطوات على جميع الصور اللي احنا عملنا لها نسخ ولصق. طبعا هي الحركة هتكون لطيفة جدا اذا احنا معانا صورة، مثلا صورة شخصية، رحنا في مكان معين فيه شلال، عملنا صورة خاصة مثلا الناس اللي بالاماكن معهم شلالات، مثل ما في اليمن في إب الخضراء أو في هذه الأماكن، حتكون حلوة جدا لما نحفظ هاي الصورة بصيغة GIF وتكون صورة متحركة. أوكي، الآن أنا قربت أخلص. هون أنا بالغلط عملتها بالديوريشن، وهي المفروض تكون بالتأخير. ركزوا انه الحركة بتكون بالديلي مش بالديوريشن. الآن خلصت، هروح أعمل عرض عشان تشوفوا الشكل النهائي من هذا شكل العرض وشكل التلفزيون. شوفوا كيف صار شكل شلال جميل جدا ومتحرك. الآن راح أرويكم كيف نعمل الحفظ، وهي أهم طريقة كيف تحفظوها بصيغة GIF أو بصيغة فيديو. روح على فايل، بعدين Export، نختار Creation of Video، إنشاء للفيديو، ونختار الجودة اللي احنا حابينها، هل هي Full HD، اي صيغة اللي احنا حابين. يعني بالنسبة لي عادي، بس Full HD كمان حلوة. ونختار المسار اللي احنا حابين نعمل Creation Video، ونختار المسار فين حابين نحفظ الفيديو، والصيغة كمان اذا كانت MP4 او Wave او اي صيغة احنا نحتاجها، ونعمل حفظ. والان خلص الفيديو، بس الأهم إنه راح أرويكم كيف تعملوا حفظ للفيديو على صيغة GIF إذا أنتوا حابين تنشروا الفيديو بالفيسبوك أو بالواتساب أو بأي طريقة. نفس المكان، تروحوا فايل. شكرا، أتمنى تكون عجبتكم، عجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. هنا عملت كمان صورة متحركة، وتختاروا الحجم أو الفراشة، الصيغة اللي انتو حابينها، مثلا طير متحرك، بالنسبة لي متوسط وهي كويسة. الصورة كمان أنا حبيتها لشلال اليمن مع أحفظها اليمني، أتمنى إذا كان شاف الصورة الملفات حيشوفوا الصورة أو بالمستقبل، إن هو إن شاء الله يكون بالخير. حفظ هاي شلالات، بعدها ممكن تروحوا على المسار اللي انتو حفظتوا فيه الملف، الصورة مباشرة عجبتني جميلة وراح بتنفتح للجميل. هاي في الصورة ما شاء الله، الله يوفق صورته. هون عن جد بتجنن الصورة، أضفت لها بعض الفراشات وكمان. شكرا، أتمنى تكون عجبتكم، عجبكم هذا الفيديو. لا شكرا تنسوا الاشتراك بالقناة، ولا تنسوا هنا تشتركوا بالقناة وتشجعوني إنه أعمل فيديوهات كثيرة، لأنه كثير أفكار فيها فراشات ما شاركتها
طير اليوم متحرك. اليوم بدأت أقرر إنه أشارك كل أفكاري أنا حبيتها اللي عملتها اللي هي الطريقة السهلة ومفيدة ومنها إذا كان الكل يستفيد منها ما تحتاج حيشوفوا الصورة أو أي برامج تصميم ما تحتاج أي شيء فقط بالخير. تكون معك مايكروسوفت هاي شلالات أعتقد في مدينة إب. مع السلامة. والصورة جدا عجبتني جميلة والطفلة الجميل هاي في الصورة ما شاء الله الله يوفقه صورته عن جد بتجنن. الصورة أضفت لها بعض الفراشات وكمان خليت الشلال يتحرك. شكرا مرة أخرى ولا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وتشجعوني أنه أعمل فيديوهات كتير لأنه معي كتير أفكار بس ما شاركتها في اليوم. من اليوم بدأت أقرر أنه أشارك كل أفكاري وكل تصميماتي اللي عملتها واللي هي بطريقة سهلة ومفيدة وممكن الكل يستفيد منها. ما تحتاج أي برامج تصميم ما تحتاج أي شيء فقط يكون معك مايكروسوفت باوربوينت. مع السلامة.